نسخة مميزة حقيقة، مشاركة واسعة من العارضين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف دول العالم اللي يحرصون على المشاركة سنويا في المعرض. راح تعرض خدمات ومنتجات مميزة هذه السنة، ابتكارات جديدة. خصص المعرض مجموعة من الجوائز والمسابقات لدعم العارضين وكذلك لدعم الزوار من خلال مسابقات في قطاع الصقارة وقطاع الفروسية وقطاع الرياضات الخارجية، منها أهم من المسابقات اللي هي أفضل منتج مميز في المعرض. هذا راح يكون كدور المعرض في حرصه مع العارضين على تقديم ما هو مميز في معرض الصيد والفروسية. مشاركة واسعة من مختلف دول العالم في قطاعات مختلفة. بتلاحظ أنه في منصات ممكن تشوف المنصة أنت بس، هذه السنة المنصة تتضمن أكثر من عارض بسبب نجاح المعرض خلال السنوات الماضية كقطاع مهم ومنصة مهمة للموزعين والمنتجين وكذلك أصحاب الخدمات. فتطلع من خلال زيارتك للمعرض على علامات تجارية كثيرة، أكثر من 600 علامة تجارية، بالإضافة إلى منتجات حصرية راح تكون في معرض الصيد الفروسية. مشاركة دولية، عندنا من الاتحاد العالمي للصقارة وأندية الصقارة أكثر من 20 نادي ومؤسسة معنية في الصقارة تحرص على المشاركة في السنة في دول جديدة راح تكون من ضمنها. سعيدين نحن بمشاركتهم، الكل يحرص على الحضور، الكل يحرص على المشاركة، والكل يحرص على نجاح المعرض. معرض الصيد الفروسية خلال الدورة السابقة حقق مبيعات مباشرة أثناء المعرض بحدود 65 مليون درهم إماراتي، منها 35 مليون درهم فقط في قطاع مبيعات السلاح اللي تجاوز عدد المبيعات أكثر من 2000 قطعة. يحرصون من مختلف دول العالم لزيارة قطاع الأسلحة وزيارة القطاعات الأخرى لأنه فرصة لتحصل على المنتج المميز وذو السمعة والجديد في معرض أبو ظبي الدول الفروسية من خلال حرص الشركات من مختلف دول العالم على تقديم المنتج المميز في المكان المميز وهو معرض أبو ظبي الدول الفروسية.